في عام 2015 أقر قادة العالم 17 هدفاً للتنمية المستدامة تهدف إلى خلق عالم مستدام للأجيال القادمة وعدم ترك أي أحد خلف الركب. وركزت بعض هذه الأهداف على حماية النساء والفتيات، خاصة الهدف الخامس. ولكي نحقق الأهداف 17 علينا تحقيق الأصفار الثلاث لحماية فتيات مثل مريم. مريم واحدة من بين حوالي 40 مليون مراهقة يشكلن 8.9% من نسبة سكان الدول العربية. في المنطقة التي ولدت بها مريم وما زالت تعيش، أصبحت الحروب وعدم الاستقرار والأزمات الإنسانية أمراً واقعاً، حيث يرغم الوضع الحالي العديد من الفتيات على ترك منازلهن ومدارسهن واللجوء خارج أوطانهن، كما يهدد حياة مريم والفتيات اللاتي في مثل عمرها بالخطر، فهو يعرض ملايين الفتيات العربيات للعنف وللممارسات الضارة والعادات القديمة مثل زواج الأطفال وختان الإناث، حيث تصل نسبة الفتيات اللاتي في سن المراهقة ويتعرضن لختان الإناث في المنطقة العربية إلى 55%. وعلى الرغم من التحاق مريم بالمدرسة، إلا أنها قد تضطر أن تصبح واحدة من 19% من الفتيات اللاتي لا يستكملن دراستهن الثانوية. يمنح الهدف رقم 4 من أهداف التنمية المستدامة مريم وكافة رفيقاتها حقاً متساوياً في التعليم مع الذكور، بما في ذلك درايتهن بحقوقهن وخيارتهن للحصول على حياة أفضل. فإن حياة أفضل لمريم والفتيات مثلها تعني تمكنهن من الحصول على الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية والجنسية وتنظيم الأسرة. وقد تم التأكيد على ذلك من خلال الهدف رقم 3 من أهداف التنمية المستدامة. وفي الدول العربية تتزوج واحدة من 5 فتيات قبل بلوغ سن 18، وقد تكون مريم تلك الفتاة. وإذا حدث ذلك فهو يعرضها للخطر ولعواقب طويلة الأمد تؤثر عليها وعلى كل أفراد أسرتها، فالحمل في مرحلة المراهقة قد يكون السبب في وفاتها بسبب الحمل والولادة في سن مبكر. ولخلق واقع مستدام لكافة الأجيال القادمة، يجب أن نعيش في عالم تحظى فيه الفتيات مثل مريم بالحماية والتمكين والتعليم والشعور بالأمن والأمان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوصول بكل تلك الأرقام لصفر بحلول عام 2030. صفر من الاحتياجات غير الملبى لتنظيم الأسرة، صفر من وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، صفر من العنف وجميع الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات. يمكننا تغيير عالم مريم وعالم الملايين مثلها إذا بادرنا بالعمل الآن.